بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة الحضور، بنرحب بحضراتكم في هذه الجلسة النقاشية، حلقة من حلقات وفصل من فصول حكاية وطن، هذا المؤتمر في نسخته الثانية. في هذا وفي هذه الجلسة النقاشية سنتحدث عن الأمن المائي والأمن الغذائي، تحديدا هنتحدث عن قطاعي التموين والموارد المائية. الحقيقة أنه محدش يقدر ينكر موجة التضخم العالمي التي أثرت وانعكست بشكل مباشر على المواد الغذائية تحديدا، وأثرت علينا هنا في مصر زي ما أثرت على كل الدول في العالم التي يعني عانت من آثار الحرب الروسية الأوكرانية وما حدث من تعطل سلاسل الإمداد والتوريد. في المقابل فالدولة المصرية بذلت جهود كبيرة وخطوات مهمة و يعني جهود واسعة لتعزيز الاحتياجات الاستراتيجية من السلع ووضع خطط على يعني رأس أولويات الدولة المصرية، يمكن ده من 2014، وفي اهتمام هنلاقي فيه اهتمام بالزراعة بالمشاريع الزراعية، اهتمام بما يتعلق بالاستثمار في الموارد المائية، وأيضا الاستثمار في انه يكون في طرق حديثة ومتنوعة لتخزين السلع الاستراتيجية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. هيكون معنا واشرف انه هيكون معنا في هذه الجلسة معالي الاستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وايضا معالي الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا الملف. أهلا بحضراتكم. بداية اسمحوا لي ان احنا يعني نتابع هذا الفيلم القصير عما حدث تحديدا في ملف التموين. الاحتياجات الغذائية الأساسية للملايين من أهلينا هو جزء أصيل من أمنهم الشخصي وأمن البلد بالكامل، ولذلك على مدار 9 سنين قمنا بمضاعفة مجهوداتنا لتحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين لأجل ما نقضي على مشاهد ما كانتش تليق بشعبنا، طوابير العيش وتهريب الدقيق وزحام ما بينتهيش على منافذ التموين. لكن من 2014 الدولة المصرية أخدت عهد نغير من شكل منظومة التموين تماماً من خلال عدة خطوات. أولها كان إعادة هيكلة منظومة الدعم العيني وتحويله لدعم نقدي مشروع أو نظام للدعم عن طريق كوبونات للغذاء. تطويرنا لمنظومة الدعم كان قائم على مبدأ ضمان صحة الاستهداف، فتم تنقية المستحقين للبطاقات التموينية والاعتماد على البطاقات الذكية وإضافة 568.9 ألف بطاقة جديدة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، فوصل عدد المستفيدين ل 62 مليون مواطن، وفي 2023 وصل دعم السلع ل 36.1 مليار جنيه بزيادة 3 أضعاف تقريباً عن 2014. على الناحية الثانية قمنا بتطوير منظومة دعم الخبز من كل النواحي، فقمنا بزيادة عدد المخابز البلدية ل 31.1 ألف مخبز مدعم بيقدموا ما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف كل يوم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد. ووصل إجمالي دعم الخبز في 2023 ل 91 مليار جنيه بيستفيد منه حوالي 71 مليون مواطن. وفي نفس السياق اشتغلنا على تزويد مخزوناتنا من القمح، فقمنا بزيادة عدد صوامع الغلال ل 94 صومعة. طب ده هيفيد إزاي؟ عن طريق تقليل الهدر اللي كان بيوصل ل 20% وعانينا منه لسنين لما كنا بنخزن القمح في الشوان المفتوحة والصوامع الغير مجهزة، والنتيجة شفناها بعينينا لما أصبحت الطاقة التخزينية في 2023 حوالي 3.5 مليون طن بعد ما كانت 1.2 مليون طن في 2014، وده ساعدنا لتأمين مخزون استراتيجي آمن من القمح يغطي احتياجاتنا لمدة تزيد عن 5 شهور. في نفس الوقت اشتغلنا أيضاً على تطوير آلية وصول الدعم المستحقين، فقمنا بزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ل 1300 فرع ورفع كفاءة 574 منهم في آخر 3 سنوات.
وطورنا المكاتب التموينية لحد ما بقت مراكز خدمة متطورة بعدد 378 مركز، وعلشان احنا في العصر الرقمي كان لازم نتطور معاه، فوظفنا الرقمنة في المنظومة التموينية بشكل زاد من كفائتها 3 أضعاف، وقمنا بميكانة العشرات من مخازن الجملة. طب واللي ما كانش يقدر من أهالينا يوصل للمنافذ التموينية المعتمدة عشان ياخد نصيبه من الدعم، سبناه؟ طبعاً لا، ولأجلهم استحدثنا المنافذ التموينية المتحركة من خلال أسطول سيارات متنقلة وصل عددها ل 261 سيارة بيوصلوا المنتجات المدعومة في كل أرض مصر. في خلال 9 سنين تعزيز كفاءة حركة التجارة الداخلية كانت من أولوياتنا، فقمنا بالتوسع في إقامة 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بتكلفة 33.5 مليار جنيه. كذلك طورنا 28 سوق جملة على مستوى الجمهورية. كذلك أنشأنا 25 سجل تجاري على مستوى الجمهورية، وطورنا من 57 فرع آخر، وتم ربطهم بنظام إلكتروني موحد لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة لربطها مع البنوك لتحقيق الشمول المالي. ولأن الرقابة على الأسواق بتلعب دور كبير في ضمان وصول السلع المستحقيها، في 2018 أصدرنا قانون حماية المستهلك للسلامة الصحية وحقوق المستهلكين. طب إزاي؟ من خلال 23 فرع لحماية المستهلك في مختلف المحافظات بنتلقى شكاوي أهالينا، ومع حملات التفتيش المستمرة بنقطع الطريق قصاد أي حد يفكر يتلاعب ويستغل أهالينا ويحجب عنهم أي سلع ضرورية. ونتيجة كل مجهوداتنا على مدار 9 سنين تقدمت مصر في مؤشر الأمن الغذائي للمركز 77 من أصل 113، وأشاد البنك الدولي بالتجربة المصرية في منظومة دعم الخبز والسلع التموينية كخطوة لتحقيق التنمية المستدامة. بس لسه الطريق طويل، وحكايتنا في انتظار سطور جديدة بإنجازات أكبر وأكبر. ما هي دي حكايتنا؟ حكاية وطن. علي الوزير الدكتور علي المصلحي، ما بين الرؤية والإنجاز، وهو ده شعار المؤتمر، كان فيه 9 سنوات أكيد حدثت تغيرات على هذا الملف، ملف التموين. ما الذي حدث في السنوات التسع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادة الرئيس قبل أن نبدأ أن أعبر عما يجيش في خاطري عن هذا المؤتمر حكاية وطن وما نحضره في اليوم بالأمس واليوم، وأنتهز هذه الفرصة ونحن في أول أكتوبر أن أتقدم لسيادتكم وللقوات المسلحة والشعب المصري بالتهنئة بعيد العبور، العبور من الهزيمة إلى النصر، العبور والكرامة للمصريين. ونحن في اليوم الثاني من هذا المؤتمر التاريخي الذي لم يسبقه مؤتمر مثل ذلك بهذه الصراحة وبهذا الوضوح من قبل، على الأقل في حياتي لم أراه. أريد أن أعبر أن حكاية وطن ما بين 2014 ل 2023 ما هي إلا عبور آخر، عبور ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع لأن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع بواقعية شديدة. العبور ما بين سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض إلى سياسة المواجهة الحقيقية. العبور ما بين اليأس إلى بناء الأمل الحقيقي في بناء بلد جميعا نتكلم إن إحنا نستاهل أحسن ما إحنا موجودين. هذا الكلام لم يكن تعبير تلقائي مني، ولكن ما شاهدناه بالأمس من
صور تمثل واقع مصر في 2014 وما حدث بها، ثم ما نحن عليه الآن. هذا وكل ما شاهدناه إنما يترجم على هذا العبور العظيم التاريخي الذي نحن نشاهده ونكون جزء منه، وهذا شرف لنا جميعا. هدي مثال واحد من الأمثلة اللي اتقالت. دولة رئيس الوزراء وهو بيبص على المرور والمحاور، وكان المظهر والمنظر شاهد، وباعتراف الجايكا في دراسات سابقة والبنك الدولي في دراسات لاحقة، أن مصر كانت ستتحول أو القاهرة الكبرى خاصة إلى جراج كبير لا يمكن التحرك فيه. ثم ما قاله وزير النقل أن الخسارة الناتجة من عدم كفاءة الطرق كانت تمثل أكثر من 8 مليار دولار. وبالتالي وهدي مثال برضو معالي وزير الزراعة وما شاهدناه من زيادة الرقعة الزراعية. أحب أقول بس معلومة، لولا هذه الزيادة ما كنا استطعنا أن نحصل على القمح في هذا العام لأربعة مليون طن، وهناك مثلهم في المجتمع مع الناس، لسبب واقعي حقيقي ان تم زراعة العام الماضي 650 الف فدان بنجر، والبنجر بيحل محل القمح، هو نفس الموسم ونفس الارض ونفس الحاجة، يا نزرع بنجر يا نزرع قمح. فان لم يكن هذا الاستصلاح اللي انا خدت منه السنة اللي فاتت 650 الف طن قمح، ما كنا نستطيع ان نحصل على هذه الكمية، او على الاقل بقاء الكمية المنزرعة من القمح 3.2 مليون فدان، كانت هتقل. طبعا السكر مهم جدا، والحمد لله ان احنا نجح زراعة البنجر، ولكن ان لم يكن هذا الاستصلاح تم كان سيؤثر تأثيرا مباشرا على مفهوم الأمن الغذائي والاستقرار في هذا البلد. هقول بس جملة تانية في هذا المقام. أريد أن أسأل نفسي وكل منا يسأل نفسه وكل مواطن يسأل نفسه، إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 ل 2023، كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة ازاي ويحافظ على الإجابة لنفسه. إذا رضي عنها خير كبير، وإن لم يرضى عنها فيجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون هذا البلد بلدا يستحق أن نقول عليه أم الدنيا بحق وحقيقة. عودة، بعتذر عن هذا الموضوع، ولكن كان أحب أن أعبر عن شعوري ورأيي في ما يحدث أمامنا الآن. عودة إلى الأمن الغذائي، وأصبح الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول، سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نموا، لأنه أصبح يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد، وخاصة والجميع تكلم عن ما حدث في السنوات الثلاثة الأخيرة وهو جائحة كورونا، وشفنا إيقاف تام لبعض العمليات الإنتاجية، ويمكن نسينا قعدنا يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع ما فيش طيارة بتطير فوق العالم أجمع، وكانت المواني مغلقة وكانت خطوط الملاحة مغلقة، وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا على كمية الإنتاج ومن ثم المعروض من كافة السلع.
ثم بعد ذلك جاء ما بعد جائحة كورونا، والعجلة الاقتصادية العالمية ابتدت تتحرك، وبالتالي زاد الطلب على المحروقات، ووصل البترول لأرقام لم يكن لها سابقة حتى في 2008-2010 لما وصل ل $100، كانت حاجة مستغربة في العالم، ووصل ل $140 و $142 في هذا الوقت. ولم يستطع العالم أن يستوعب هذه الزيادات وهذه الموجات التضخمية الغير مسبوقة، فحدثت الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الطين بلة، ومن ثم أثرت على كافة خطوط الملاحة وكافة المعروض، فزادت الأسعار أكثر وأكثر. مع ذلك كله، فخامة الرئيس، سيادتك كنت واجهتني قبل حدوث الكورونا أن نحاول أن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور، واعتمدت سيادتك 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، وكنت أنا مستغرب، طب ما احنا بنشتغل على شهرين وثلاثة والدنيا يدوب ماشية، إنما كان هناك رؤية حقيقية لاحتمالات أكثر تعقيدا. فبالتالي لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية، وده كان في فبراير، ارتفعت أسعار القمح من، ومعالي وزير المالية قالها بالأمس، من 230-235 وصلت ل $520. لو ما كانش عندنا احتياط استراتيجي في هذا الوقت، كنا اتعرضنا لهزات غير مسبوقة، وكلفنا أنفسنا أضعاف أضعاف الموازنات المعتمدة، لسبب كنا معتمدين 260 ل$300، إنما لم يكن في هناك اعتماد لهذه الأرقام. فالحمد لله مارس ما استوردناش، أبريل ما استوردناش، مايو ما استوردناش، يونيو ما استوردناش، لسبب وجود احتياطيات استراتيجية، وابتدينا نستورد اعتبارا من آخر يونيو 22، وبالتالي قدرنا نمتص مثل هذه المتغيرات. الأمن الغذائي يعتمد على ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول هو توفير وإتاحة السلع. لو السلع مش موجودة عندنا لا نستطيع أن نتكلم عن أمن في هذا المقام. نمرة 2، قرب هذه السلعة من المواطن حتى يمكن وصوله لها والحصول عليها. نمرة 3، قدرة المواطن على شراء هذه السلع. ثلاث حاجات: توفير وإتاحة السلعة، ثم إمكانية وصول المواطن للسلعة، ثم القدرة الشرائية للمواطن بالأسعار العادلة أن يحصل على السلع. حتى يمكن أن نصل إلى ذلك، تم وضع استراتيجية حقيقية، وتم اعتماد هذه الاستراتيجية سواء يمكن قبل أن أتولى مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية في فبراير 2017، كان حضرتك اعتمدت خطة الاستراتيجية لتطوير الصوامع، وهو المشروع القومي الأساسي في جزء أساسي منه للأمن الغذائي. ثم اعتمدنا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017، التي شملت، هنشوف أمور كثيرة على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وكذلك شبكات التوزيع. هنتكلم النهاردة على أهمية البنية الأساسية في مفهوم الأمن الغذائي. كان عندنا بالنسبة للصوامع، وهو المكان الرئيسي لتخزين الحبوب، كان عندنا في 2014 1.2 مليون طن. 1.2 مليون طن على أرضنا معناها توفر لي شهر ونص، ولو كان عندي أوامر شراء جاية من البحر
فكنا بنعتمد على هذا الموضوع، فكنا بنبقى عندنا احتياطي شهرين شهرين ونص، انما الثلاثه دي ما كناش بنشوفها بمفهوم حقيقي. وده 2014، والصوامع ابتدت يمكن من وقت جمال عبد الناصر في اوائل الخمسينات، فكان حجم الصوامع حتى هذا التاريخ 1.2 مليون طن. النهارده واحنا بنتكلم في 2023 عندنا 3.5 مليون طن يقضونا حوالي 5 شهور بالاضافه للصوامع اللي موجوده في المطاحن. كان عدد الصوامع 32 صومعة، بس الساحات بتاعتها كانت صغيرة، يعني كانت ما بين 30 و40 ألف طن. الساعات الجديدة اللي احنا بنعملها 60 و90 و120 ألف طن بالنسبة للصوامع، وبالتالي بقى عندنا حوالي 89 لو انا مش شايف صح. بالاضافة ان هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من الدعم بتاع البنك الدولي بحوالي 21 صومعة، منها صوامع جديدة ومن أهمها صوامع الجنوب. النهاردة الجنوب، جنوب مصر سواء في توشكا أو شرق العوينات زي ما شفنا، أو في المناطق في الفرافرة وفي سيوة وفي المناطق دي كلها، بقت مصدر رئيسي لإنتاج القمح. وبالتالي عندنا مجمع صوامع في توشكا ب 300 ألف طن، وعندنا في دندرة مجمع ب 120 ألف طن، بالإضافة إلى إضافة ساعات تخزينية لصوامع موجودة سواء في المفلسة سواء في المراجدة سواء في كافة، وبالذات في الجنوب هنضيف هذا العام 750 ألف طن. وهناك خطة مستقبلية معتمدة بحيث نصل لأربعة وثمانية من عشرة مليون طن تخزين. دكتور علي، اتفضل. انت حاطط ال 450 ألف طن صوامع اللي في الدلتا الجديدة؟ لا، حضرتك بتعرف بالظبط من غير انا؟ لا لا لا، صحيح. لا والله لا. طيب حاطط ال 100 ألف طن بتاعة العاصمة؟ لا والله. انا بقول كده ليه؟ لا صح. انا بعتذر واقول هعتذر واقول انا بتكلم على البادجت، الموازنة اللي عندنا اللي معتمدة اللي كذا. فخامة الرئيس تكرم، وهذا ليست كلمة مجاملة، تكرم، وفي الكيان العسكري بيتعمل صومعة احتياطي استراتيجي للاستراتيجي، مش احتياطي استراتيجي لاستهلاكنا، احتياطي استراتيجي للاستراتيجي. 100 ألف طن، والتكلفة مش من عندي. ثم مستقبل مصر، بنشكرهم جدا، ولسه كنت على تواصل معهم من الصبح النهاردة عشان بيزودوا مساحات القمح، والحمد لله ان شاء الله هتزيد مساحات القمح عندهم. هم بيعملوا مجمع صوامع في المرحلة الأولى 200 ألف طن، ولكن هتصل ل 300 ألف طن، فهناك 400 ألف طن كمان زيادة عن الرقم. فلو قلت أنا مخطط لنا، إحنا عندنا 3.5 وكونتراكت ومتعاقد على 750 ألف طن، بمعنى يبقى 4.250 ألف، وعندنا بنناقش دلوقتي ومع وزارة التخطيط والأجهزة المعنية ان احنا مع الاتحاد الاوروبي في حوالي 600 ألف طن برضو خارج المجموعة اللي حضرتك تفضلت بيها. فده هيبقى حوالي 4.8 أو 4.850 ألف طن، لو زدنا 400 هيبقى 5.2. دول يدونا 8 شهور احتياط استراتيجي. حتى وإن لم يكن هنعمل الثمان شهور، هيجعل مصر جاذبة لأن تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة، لسبب مش شرط يجي المورد يعمل صوامع جديدة، هيبقى الصوامع عندنا ونستطيع إن احنا نتعامل معه بحيث يجيب
القمح بتاعه سواء لصالحنا أو لصالح الجهات الخارجية، وهذا مشروع تحت الدراسة ومش عايز أتكلم فيه كتير، إنما إن شاء الله يتم الموافقة عليه مع الدول التي نتكلم معها. فده أول جزء في البنية الأساسية. الجزء الثاني زي ما بنعمل في طبعا الصوامع هتحافظ لنا على القمح وهتقلل الفاقد، عشان بس أقول الفاقد، والفاقد لما أنا كاتبه 10% تقدير كل المؤسسات زي ما شفنا في الصورة في الشونة المفتوحة وفي آخر الموسم الأشولة كلها بتبقى اتقطعت والقمح نزل على الأرض، مش أقل من 15% ل 20%. إنما لو خدنا 10% في استهلاكنا احنا كوزارة التموين بعشرة مليون طن، يعني احنا بنتكلم في مليون طن توفير سنة. مليون طن السنة دي هو عبارة عن 10 مليار جنيه. الطن ب10,000 جنيه اشتريناه ب1,500 جنيه الأردب، مضروبة في كده تطلع 9,990، تطلع 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه في مليون طن يبقى 10 مليار، يعني اللي بنوفره في سنة قد كافة الاستثمارات حتى هذه اللحظة في 3.5 مليون ساعة تخزينية صوامع كلفوا 7 مليار جنيه. حتى نعلم ما معنى المشروعات القومية والأمور الاستراتيجية التي تبنى اليوم حتى توفر لنا كثير من الهادر اللي كان بيضيع وما كناش بنتحاسب عليه، وكان ده لو بصينا في النقل، في المواصلات، في الكهرباء زي ما سمعنا رفع كفاءة الشبكة، في المية زي ما هنشوف رفع كفاءة المسائي والفاقد. لو فكرنا بس قيمة الفاقد الذي كان يحدث في المنظومات التي لدينا سنحيي تحية إجلال وتقدير لكل هذه المشروعات التي تبني الحاضر حتى يستمر المستقبل في وقت أفضل. بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة للسلع التموينية، مصر لا توجد فيها مستودعات ومخازن، ويجب أن نعترف بذلك، استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي. إحنا عندنا مخازن زي زمان، 4 حيطان، وقد تكون الحيطان مرشحة وقد تكون غير جيدة وقد تكون كذا، وده بنسميه مخزن. لم تعد المخازن للسلع الغذائية كذلك. المخازن النهاردة زي ما شفنا وأنا بفتتح بعض المناطق اللوجستية، معنى المخزن بتجد إنه هو مصنع حقيقي بأرفف، بكمبيوتر، بنظام معلومات متكامل، بأكواد للسلعة، الرف معروف بالكود، السلعة معروفة بالكمية وبالكود، كل شيء مميكن ومحترم ومنضبط. وبالتالي تم عمل في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها، ان احنا مصر محتاجة لسبع مستودعات او مخازن استراتيجية على ارضها. احنا ابتدينا بأربعة في السويس، والسويس ده هيخدم خط القناة، ثم في الشرقية عشان يخدم الشرقية والجزء الشرقي من الدلتا، ثم في الأقصر عشان يخدم اهلنا في جنوب الصعيد، ثم في الفيوم عشان يخدم شمال الصعيد وجزء من الجيزة، ولكن لدينا كذلك 3 مواقع أخرى سيتم طرحها في العام القادم. هذه المخازن الاستراتيجية احنا بنشتغل ب3 مليار جنيه شهر في سلع تموينية. الدعم في السلع التموينية 36 مليار في السنة، على 12 ب3 مليار في الشهر. لما حسبنا تكلفة هذه المخازن وهتأثر على ايه، طلعت 3.1% من قيمة السلع. لو احنا وفرنا بس 1% هنبقى اكنها ببلاش. لو وفرنا 10% وهي اقل ما يذكر، هنجد ان احنا هنعوض تكلفتها واجراءاتها
في أقل من 7 سنوات تبقى كلها تمت. وبالتالي تم اعتماد ذلك وبمشاركة القطاع الخاص. المخزن الواحد بيتكلف هو كل مخزن، مش مخزن يعني مخزن، مخازن على 10 فدان. لما بتكلم على مجمع مخازن 10 فدان، في موجود فيه أماكن تبريد، في أماكن تجميد، في أماكن جافة، في أماكن لدرجات حرارة معينة وانضباط معين، وكل ده مميكن بحيث ان احنا وحاسبين الحجوم والمساحات المطلوبة من كل صنف من دول بناء على التفنيطة السلعية اللي عندنا، سواء تشتغل فراخ قد ايه، لحمة قد ايه، خضار قد ايه، سمك قد ايه، او كذلك بقية السلع الجافة. هذه المستودعات طبعا كل واحد على 10 فدان، وبالتالي احنا بنتكلم في 1.3 مليون متر مربع للمباني، وتوزيعهم زي ما قلت التوزيع الجغرافي حتى يمكن الحفاظ على السلع التموينية وتقصير. انا عارف ان احنا متأخرين بس هطول، بس تطويلة واحدة بس. امازون ما بقاش امازون اللي احنا بنشتري منه من العالم ده الا بالمخازن واللوجستيات. من 2 سنين ما كانش عنده منتجاته، فلابد ان احنا ناخذ بالاسباب، وما ينفعش ان انا اطلع اخزن في المصنع وبعدين اطلع من المصنع اخزن في حته وبعدين بعد كده انقل من الحته دي اودي على المركز او الحي وبعدين المركز او الحي يجي البقال ياخد. تكلفة النقل النهاردة مع زيادة الطاقة وزيادة قطع الغيار وزيادة كذا، كل 3 أشهر مقاولين النقل بيجوا عشان نغلي عليه، نغلي فية النقل، لسبب بقى يمثل من 15-20% من قيمة السلع. أنا بكلم كلام يعني علمي مثبت، مش بكلم حاجات عشان نقولها كده. فالنهاردة بقى اللي عايز يكسب يقلل مراحل التداول ويقلل. فالمخزن هنا الأوامر بتجيله بيعمل لها تحضير، بتتنقل مرة واحدة للبقال أو لجمعيتي أو لمنفذ المجمعات بتاعتنا. إنما ما ينفعش نقعد التداول اللي كان موجود بيضيع السلع، وأنتم تعلموا جيدا نشتكي بعد ذلك من جودة السلعة أو الكيس مقطوع أو الكيس نقص وزنه أو الحاجات اللي احنا كلنا عايشينها مع بعض. بالنسبة للبنية الأساسية الجزء الآخر وهو المناطق اللوجستية. أنا مش بدخل في نطاق وزير النقل في مناطق وزير النقل. ليه؟ المناطق اللوجستية سواء الحدودية أو في المواني، وهناك تنسيق كامل ما بيننا ومن بعض، ولكن المناطق اللوجستية للتجارة الداخلية الإقليمية من اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية. ومن ثم لما حضرتك اعتمدت لنا الخطة الاستراتيجية، النهاردة عندنا 14 منطقة لوجستية. بنتكلم عن منطقة 100 فدان، وبنتكلم عن 50 فدان، وبنتكلم عن 80 فدان، وبنتكلم أقل منطقة 23 فدان. يعني احنا مش بنتكلم عن مجمع استهلاكي او مول كبير او كذا، احنا بنتكلم عن منطقة بيبقى فيها تعدد اغراض سواء للتجارة او للمخازن او لإعادة التغليف وعمل الطلب، وبالتالي بتبقى متعددة الأغراض. موجودة في 14 مشروع في 10 محافظات، ولدينا أراضي في كافة المحافظات، وإن شاء الله نغطي كافة المحافظات. هذه المناطق اللوجستية مهمة جدا جدا لسبب أحد مصادر العمالة الكثيفة، لسبب كتير قوي في الوظائف. وبالتالي نجد ان احنا في ال 14 منطقة بنتكلم في فوق 60,000 وظيفة مباشرة وفوق 160,000
وظيفة غير مباشرة، من 1 لـ3 تقريبا بتبقى وظائف غير مباشرة، وبالتالي وظائف بقى جيدة جدا مستدامة كذا. ولذلك اللي يروح للمنطقة اللوجستية في طنطا يقدر يشوف قد ايه هذا العمل موجود وجيد جدا، واضاف الى محافظة الغربية الكثير، وخدم كذلك محافظات اخرى. بالإضافة للبنية الأساسية كان لابد من زيادة القدرات الإنتاجية، يعني احنا اتكلمنا في الصوامع كبنية أساسية، وكلمنا في المخازن الاستراتيجية، وكلمنا في المناطق اللوجستية. كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية اللي عندنا في الصناعات الغذائية، وهنا بس بدي مثال على المطاحن، وسيادتك وجهت بتطوير المطاحن، وأن نجعل مصر كذلك مع أننا بنستورد قمح، إنما نستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو صناعة منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات. النهاردة مصر بتشتغل بكل طاقتها في صناعة الطحن، وما كان في القطاع الخاص بيشتغل ب50%، النهاردة بيشتغل ب100%، السبب طبعا احتياجات السودان وليبيا، وإحنا مغطينها بدرجة عالية جدا. تم وضع خطة متكاملة لتطوير كافة المطاحن، اللي حطت هنا بس مطاحن القطاع العام ومطاحن القطاع الخاص، وكان ما قبل 2014 كان تم تطوير مطحنين، النهاردة تم تطوير 9 مطاحن، ورفعنا القدرات الانتاجية بتاعتها من 8500 طن يوم إلى 19700 طن يوم، وطبعا دي بتكلفة 500 مليون جنيه. طبعا ده من داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكان قبل كده الموازنة المحطوطة للاستشاشة اللي هنا اتطفت، فالزر بتيجي على الساعة 9 وتقفل. طبعا تم عرض مع حضرتك تطوير قهوة فينا، وتم عمل شركة جديدة بالشراكة مع الخدمة الوطنية، وخدنا 126 فدان من أحسن المناطق بجنب سايلو فودز بنفس المنطقة في السادات، وجاري العمل تم الانتهاء من حوالي 40% من الأعمال الإنشائية، وتم وضع كراسة شروط ومواصفات لخطوط الانتاج، وان شاء الله هيتم، يعني توقعي كان مفروض في 30/6 ده ننتهي، ولكن بنعتذر سيادتك ان يمكن 30/6/24 اللي نقدر ننتهي من مصانع قهوة فينا، بحيث يزيد القدرة الانتاجية وزيادة التصدير. زي ما قلت 126 فدان هتتكلف بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وبالتالي تم جزء كبير، يعني تم دفع يعني المباني تقريبا اكتر من في مباني انتهت، وفي مباني على 40%. يا دكتور انت دفعت 600 مليون جنيه، دفعت 600 مليون جنيه يا دكتور مصطفى، دفعت 600 مليون جنيه، دفعت 200، لا اللي كل اللي دفعته في الموضوع ده بتاع قهوة فينا لغاية دلوقتي 600 مليون جنيه. اكمل لك بس طب بقيت الفلوس عشان التأخير بتاع بالمناسبة انا قلت لهم تعاقدوا، يعني ما تنتظروش الدكتور علي، انا قلت لهم كده بجد. لا والله انا عارف، تعاقدوا عشان نقدر نخلص في ميعادنا. انا بس عايز اقول لكم هي الفكرة بتاعت ان احنا بنحيا قهوة فينا ليه، معلش انا يعني عشان الساعة 9 وانت قلت ان الوقت أزف. يعني شوف احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج، كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين العروات وبين الكلام ده، فالناس تبقى متدور على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب، مش كده؟ او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب بالمنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت.
وبعدين برضو تاني نتيجة إن الإدارة بتاعت الأمور ديت لسنوات طويلة تراجعت وانتهت وانتوا كنتوا خلاص حتى خلاص خلاص، فقلنا لا احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديدة جدا. وحتى لما قلنا الانتاج اللي انتوا كنتوا طرحينه انا قلت ضعفوه ضعفناه انا بقى. طب ليه؟ لان الكمية اللي كانت مطروحة وقتها كانت بتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خالص وغير اللي احنا رايحين له. وبالمناسبة انت قلت عشان التصدير وانا معاك، بس بعد ما ايه؟ بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا، يعني بعد ما نخلص الناس بتوعنا. اي حاجة بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدولة، ثم لو احتاج لو في فرصة ان الكلام ده يطلع يتصدر نصدر. انا بس عايز اقول لي كل وقت نضيعه في مشروع زي كده او غيره احنا بنضيع فرصة، لان الاسعار بتتغير والظروف بتتغير. اتفضل. شكرا. قمة البنية الأساسية وهي إنشاء البورصة السلعية. البورصة السلعية مصر كانت مشهورة قوي بالبورصات قبل كده، ولكن في الستينات وما حدث في التأميم وكل ده ألغيت البورصات، سواء بورصة القطن أو بورصة البصل أو كذا. والحمد لله منذ عامين فقط تم أخذ قرار من مجلس الوزراء لإنشاء شركة فيها مشاركة ما بين البنوك وما بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومن بين جهاز تنمية التجارة وكذلك هيئة السلع التموينية، بحيث بقت البنوك المصرية الأهلي وكثير من البنوك وبنك مصر موجودين، فابتدى يبقى في كيان اسمه البورصة السلعية. البورصة السلعية عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية قوية بحيث تبقى موجودة، بحيث يكون عليها البائعين والشاريين وكذلك الناس بتوع التقييم وكل الأمور اللازمة في البورصة. فتم العمل بيها وكان لها أثر مهم جدا في وقت الأزمات، وكلنا سمعنا عن وقت ارتفاع أسعار الذرة وارتفاع أسعار القمح وارتفاع أسعار كذا. وبالتالي استأذنت حضرتك ووافقتني ان احنا طالما مش هنأثر على الاحتياطي الاستراتيجي نقدر ندخل بيعين لأول مرة قمح في البورصة حتى يمكن استقرار ثمن القمح، وده كان حصل في أول العام الماضي في العام الدراسي الماضي، عشان كان سعر القمح وصل ل 15,000 جنيه وكذا. المهم قدرنا ننزله، والنهارده بقى ب 10,600 وبنزل في البورصة موجود في السوق قمح. وكذلك تم حدث في الذرة والحمد لله استقرت أسعاره وتم الدخول في كسب فول الصويا وكذلك الذرة الصفراء والردة اللي هي الناتج من الطحن، إن شاء الله هنحطها كلها على البورصة وما يبقاش في أسعار إشي ده أقل من ده ولا حد بيشتغل في السوق السوداء، وبالتالي هتدي نوع من الاتزان. هناك احتمالية كبيرة جدا او تم اخذ قرار ان كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك هيئة السلع تتم عن طريق البورصة المصرية، وبالتالي يبقى فيها نوع من الشفافية ونوع من الافصاح. كل ده تم في سنة ويعتبر عمل جيد جدا. حوالي 8,000 عملية تمت، حتى احنا بنشتغل حد واثنين وثلاث واربع وخميس، حد واربع قمح والاثنين ذرة، ويوم الخميس سكر، ودخلنا السكر كمان على البورصة. 235 شركة النهاردة مشتركة في البورصة، واعتقد هتنشط اكتر واكتر وهتبقى احد الاليات المعتبرة اللازمة للافصاح والوضوح وتحديد الاسعار بناء على العرض والطلب. ده بالنسبة للبنية الاساسية. عشان يمكن المواطن انه يصل ليشتري السلعة كان لابد من اعادة صياغة شبكة التوزيع. شبكة التوزيع عندنا كانت محدودة بالشركة الشركات الجملة والمنافذ بتاعتها، وكانت تعاني من عدم الميكنة وكذا. تم ميكنة كافة شركات الجملة المصرية والعامة
النيل واسكندرية ب 1400 موقع أو 1401 موقع، منهم 881 مجمع استهلاكي يعني منفذ للمواطن، و 515 مخزن جملة بقى المخازن مميكنة، وخمس إدارات مركزية اللي هي مسؤولة عن توزيع هذه الأمور، وتم ربطهم جميعا بنظام معلومات يعتبر من أكبر نظم معلومات التجزئة في جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى ذلك تم عشان يبقى في توزيع منتظم عملنا خريطة وحطينا المواقع بتاعتنا على جي آي إس، وابتدينا نشوف إيه الأماكن اللي مش موجود فيها منافذ، وعملنا مشروع جمعيتي وحضرتك تابعته معايا، وكان هدفنا نصل ل 7000 منفذ، احنا النهارده فتحنا 8065 واحنا في المرحله الخامسه وهي النهائيه، وان شاء الله قد نصل ل 9000 منفذ. ده بمشاركه كنوع من الفرانشايزنج او نوع من حق العمل مع الشركه القابضه، احنا بنديهم السلع وبنديهم هامش ربح، وبالتالي بيكسبوا. كل منفذ من دول على الأقل بيشتغل فيه ثلاثة، وبالتالي ده عمل أكثر من 25808 فرصة عمل بمشاركة القطاع الخاص أو صاحب المنفذ. بقى عندنا شبكة توزيع منتظمة ما بين أي منفذ والتاني لا تزيد عن 500 متر أو في هذه الحدود، وبالتالي طريقة وصول المواطن للسلعة سكت. النقطة اللي كانت مهمة جدا، لابد من رفع مستوى أداء الخدمات، وحضرتك وجهت في المرحلة الثانية لفترة حضرتك إن أهمية رفع مستوى أداء الخدمات توجه للتحول الرقمي. الوزارة التموين تعتبر الوزارات المشتركة في عملية التحول الرقمي، سواء بالنسبة لخدمات التموين أو بالنسبة لقاعدة بيانات المستفيدين، أو كذلك بالنسبة للفئة الأخرى التي نقدمها. ومن ثم تم تطوير ما نسميه مراكز الخدمة. قبل مراكز خدمة المواطنين تم تطوير 378 مركز خدمة. قبل 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، وكان كله عملية ورقية ولا يوجد أي شيء. هذا الموضوع تم خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تطويرهم، كلفونا 593.7 مليون جنيه، وتم الاستعانة هنا بقى حاجة مهمة جدا بالنسبة للخدمة العامة، وكلهم بنات وولاد، من البنات معظمهم في الخدمة العامة، بندي الطلب بتاعنا لوزارة التضامن بترشح لنا بناخدهم، وهم اللي بيشتغلوا دلوقتي في مراكز الخدمة وأدوا أداء مش متميز فوق التميز في تقديم الخدمات. السجل التجاري ده موضوع حكاية لوحده خالص، إنما الحمد لله النهاردة بنتكلم عن قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، بينما كان من قبل ذلك كل محافظة لوحدها، واللي مطلع السجل التجاري من الجيزة وهو في اسكندرية وعايز ياخد تأشيرة كان لازم يجي الجيزة. النهاردة هذا الموضوع لم يعد، وبقت قاعدة بيانات موحدة نستطيع أن نؤدي الخدمة من أي مكتب من سجل التجاري أو حتى من عن طريق الإنترنت. كان عدد المكاتب اللي موجودة في السجل التجاري 85، وصلناهم ل 110، بالإضافة إلى الربط مع آي سكور في البنوك وكثير من البنوك، وأصبحنا نؤدي الخدمة بتاعة السجل التجاري من داخل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الأهلي وكل البنوك، بالإضافة إلى إتاحة هذه الخدمات من مصر الرقمية، بحيث النهاردة بيتم كل هذه الخدمات. كلف 3.8 من مليون جنيه. طبعا ربط خدمات السجل التجاري وبناء قاعدة موحدة، رفع كفاءة مستوى أداء الخدمات، وده كان أهم حاجة، تيسير عملية دمج القطاع الغير منظم للقطاع المنظم لتسهيل الإجراءات، ربط زي ما قلت المكاتب السجل التجاري مع البنوك، وإطلاق
خدمة السجل التجاري عبر الموقع الإلكتروني ل لا نرجع في دي بقى. بالإضافة للسجل التجاري عشان كنا نقلل البرزنتيشن، طبعا هناك مراكز حماية المستهلك، تم عمل 32 مركز جديد لحماية المستهلك في كل المحافظات، وكذلك تطوير الدمغة من الدمغة الميكانيكية إلى الدمغة بالليزر. يبقى احنا اتكلمنا عن توفير وإتاحة السلعة، اتكلمنا عن كيفية تنظيم شبكة التوزيع حتى يمكن للمواطن بسهولة أن يحصل على السلعة، ثم كذلك رفع الخدمات التي نؤديها للمواطن. كان من المهم جدا زيادة قدرة المواطن على الحصول على السلعة، وهنا اشتغلنا على حاجتين بموافقة من دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. لم يتم رفع سعر أي سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضي، بمعنى السكر النهاردة بننزله على البطاقة التموينية ب 12 جنيه و 60 قرش، الرز بننزله ب 12 جنيه و 60 قرش، الزيت 8 من 10 بننزله ب 30 قرش، المكرونة بننزلها ب 14 جنيه، ثم كذلك كافة السلع الأخرى. بمعنى أصح إن إحنا لم نحاول أن نزيد الأسعار التموينية على المواطن. كذلك تم زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن. إذن الدولة هنا بتعمل ما تستطيع أن تعمله حتى تقلل من حجم الضغوط اللي على المواطنين، سواء من التضخم الخارجي أو من التغيرات الداخلية في سعر العملة. وبالتالي زاد كان في 2014 دعم الخبز كان 18.5 مليار جنيه، النهاردة 91.6 مليار جنيه. الفرق ده كله تحملته الموازنة العامة للدولة حتى نحافظ على سعر الرغيف بخمس قروش. الدعم السلعي كان 13.4 من عشرة، النهاردة زي ما قلت 36.1 من عشرة. وبالتالي الدعم تضاعف أكتر من أربع مرات خلال التسع أعوام السابق. كل ذلك حدث، ولكن أريد أن أقول شيء بسيط جدا. مع كل الأزمات التي مرت بها مصر ومع كل الأزمات العالمية التي حدثت، الحمد لله لم يكن هناك نقص في أي سلعة موجودة في مدى هذه المدة. وكذلك أريد أن أعلن النهاردة وإحنا واقفين عندنا احتياط استراتيجي 5 شهور من القمح، عندنا 6 شهور على الأقل من السكر، ومع إن الموسم هيبتدي في فبراير، عندنا من الزيت لأول مرة يحدث إن إحنا عندنا 6.6 شهر كفاية زيت من الزيت عباد الشمس والصويا، عندنا 3 شهور للتموين من الرز، مع ان الموسم بدأ واحنا بنتكلم دلوقتي وهيدخل في الموسم الجديد في اخر هذا الشهر في كل المحافظات. عندنا بالنسبة للدواجن، وسمعنا النهاردة اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولكن احنا كذلك عندنا عقود واحتياطي يمثل 12 شهر من الدواجن المجمدة، نتيجة دي على عقود. عندنا بالتعاون برضو، ولازم نتمنى السلام للسودان الشقيقة، اتعاوننا معاهم وابتدى الامداد منهم يبتدي يتحرك بطريقة اكثر جودة من الفترة اللي فاتت، ولكن اتفقنا مع جيبوتي واحنا بنجيب من جيبوتي، وبالتالي عندنا رؤوس حية تقضينا 3 شهور والامداد مستمر. فانا بقول الحمد لله وبشكر حضرتك جدا لإتاحة هذه الفرصة لعرض حكاية وطن عظيم بأهله وناسه. يا دكتور علي. أي فندم. الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق. أرجو إنك ترد عليهم. حاضر حاضر. لابد أن نقف مع المواطن، وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة،
وبيروح يلاقي ده ب 18 جنيه وبعدين يلاقي عند الراجل التاني ب 22 جنيه ويلاقي عند الراجل التالت ب 23 جنيه. وما أدرانا جميعا تأثير السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك دلوقتي بكذا دلوقتي بكذا. صحيح هناك اختلافات، إنما يمكن كنا بنتكلم مع أنا ووزير الزراعة ومع دولة رئيس الوزراء لما البصل زاد كانت فرق عروات، ومع ذلك خدنا قرار بمنع تصدير البصل. وأنا بقول ولكن بعض الزملاء ما وافقونيش، النهاردة البصل ابتدى ينزل، أسبوع واحد حضرتك وأنا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع الرز هيبتدي ينزل. إحنا باتفاق مع دولة رئيس الوزراء هنعمل نموذج نتيجة، الحمد لله عندي احتياطي جيد من السكر، هنزل بس بقواعد معينة السكر بيعبوا، ولكن هيتعهدوا بسعر معين وللتجار وتعهد بسعر معين، وعندي اجتماع معاهم يوم الثلاثاء الساعة 2:30 في الوزارة هنا، هيوافقوا على هذا ويمضوا هنتحرك معاهم ونديهم السعر بطريقة معينة ونحكم السعر النهائي دون أن ندخل في تسعير جبري، لسبب بيجيلي من مجلس النواب وزمايلنا من مجلس النواب موجودين لغاية النهاردة وجايلي من رئيس المجلس نريد تسعيرا جبري. الدستور نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط، وادانا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ادانا حق، ادى وزير التمويل حق ان هو لسلعة معينة ولمدة معينة ان يعرض باسبابها على دولة رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة. استخدمنا ده في السكر في 2017، انما انا عن نفسي ما احبش انها تكون ممارسة عادية، يعني نيجي يلا نحدد السعر انتقل، لسبب يوم ما بيكون عندنا احتياطي زي ما كان عندي احتياطي جامد في القمح فنزلت بايع بطريقة معينة قدرت احكم السوق، برضو النهاردة عندي في السكر هقدر انزل اهدي الاسعار، لسبب السكر عالميا وصل لارقام زي مع البترول ما بيطلع كده حضرتك، السكر بيمشي معاه بالظبط، لسبب للأسف البرازيل وهي أكبر منتجة للسكر مع أمريكا بتدعم تحويل السكر لإيثانول عشان يبقى وقود نقي ونظيف وكذا، بتدعم اللي بيعمل كده. فأول ما الدولار البرميل يكسر $100 أو $90 السكر مهما جاب تمن تحويله يجيب فلوس أكتر. فأكبر مصدر للسكر البرازيل، وأكبر واحد بيشتغل في تحويل السكر لطاقة نظيفة البرازيل، مين بيشجعها؟ الأمريكان. فإحنا ما بين أمور، النهاردة السكر وصل $750 فب سكر أبيض، فيعني الأمور بقت ضاغطة من الخارج. بنفعل ما نستطيع؟ نعم. موضوع أن أنا ادخل واقفل التاجر ده واقفل التاجر ده واقفل التاجر ده، دي اسهل حاجه ولكن لم تثمر ولم تؤتي بنتائج جيده. هنقعد معاهم ونتفق ونضع حدود قصوى، لو تمشينا كده كويس، ما بتمشيناش كده هنلجا للقانون ومجلس الوزراء ونحدد اسعار. انما الحق قال سواء البصل او الطماطم فروق عروات. طب ليه لما الناس الطماطم كانت ب 3 جنيه و 2 جنيه والعشر والخمسة كيلو كانوا ب 10 جنيه؟ عشان كانت زيادة. النهارده فرق عروة، فبنيجي نحاسب بعض على أمر بيحصل أسبوعين أو ثلاثة. أنا لست متأسف، أنا ألام وهبقى سعيد جدا عندما يوجه لي اللوم من المواطنين على عملية ضبط الأسعار، وسوف نفعل ونحاول أقصى ما في وسعنا حتى يمكن أن نهدي من هذه الظاهرة اللي هي فيها جزء نستطيع أن نتحكم فيه وجزء غير قادرين للتحكم فيه. بس إنما بنوعدهم إن شاء الله إن
بكرة هيبقى أحسن من النهاردة بكتير جدا إن شاء الله. شكرا. شكرا معالي الوزير الأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على هذا العرض البانورامي لما حدث في ملف التموين على مدار التسع سنوات الماضية، وحتى تكتمل الرؤية فمن الأمن الغذائي إلى الأمن المائي. ويعني نبدأ مع معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ولكن قبل ما يعني نبدأ مع حضرتك هستأذنكم ان احنا برضو نشوف هذا الفيلم القصير الذي يتحدث عن ما تم انجازه في ملف المياه والموارد المائية والري. مشكلة الموارد المائية مشكلة عالمية بتعاني منها أغلب دول العالم، مع توقعات بأن المشاكل دي هتكبر في المستقبل. وفي مصر ومع الزيادة السكانية المتسرعة وتضاعف عدد السكان في مصر خلال 60 عاماً الأخيرة إلى 5 أضعاف، وده اللي خلى الدولة المصرية تتحرك بسرعة وتسابق الزمن لتفادي الأزمة عن طريق تعديد أنواع الموارد المائية وتقليل المهدر من الاستهلاك. وبالفعل زادت الدولة المصرية من استثماراتها في قطاعات الري ومياه الشرب، وكانت الأولوية لمشروعات كتير في مجالات زي تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات في خزانات واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الري والزراعة وغيرها من المشروعات العملاقة. وبلغ عدد المشروعات في قطاع الموارد المائية والري 2353 مشروع تم تنفيذهم، وجاري العمل في تنفيذ 788 مشروع. كانت نتيجة جهودنا مبشرة جدا في مجال محطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف. وزاد حجم الموارد المائية المصرية الموجهة للزراعة، خاصة وأن القطاع الزراعي هو أكبر مستهلك للمياه بنسبة تعادل حوالي 75%، وده اللي هيمكن مصر من توفير 28% من احتياجها للمياه السنوية من مياه الصرف المعالج. ونجحت الدولة في توفير 4.8 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة. وفي عام 2021 تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في العالم ببحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه على مساحة 155 فدان، مسؤولة عن معالجة 5.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً. المحطة كمان فيها محطات ضخ ونقل للمياه، وهو ما يعني مساهمة مباشرة من المياه المعالجة بالمحطة في استصلاح الأراضي الواقعة في شرق قناة السويس بشبه جزيرة سيناء وإمكانية زراعتها، وذلك طبقاً لاستراتيجية الدولة في تعمير سيناء وتحقيق تنمية مستدامة للمنطقة. ومن المخطط إرسال المياه من المحطة لاستكمال ري حوالي 475 ألف فدان من تلك الأراضي. وبانتهاء مصر من تنفيذ محطة بحر البقر حطمت 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية فور افتتاحها، فهي أكبر محطة معالجة في العالم وأكبر منشأة بيئية لمعالجة الحمأة وأكبر محطة لتوليد وتشغيل الأوزون في العالم. وتسعى الدولة المصرية لتحطيم رقمها القياسي بمحطة جديدة، وهي محطة مياه الصرف الزراعي بمدينة الحمام التي صممت لمعالجة 7.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وهو ما سيسمح بري ما يصل إلى 362 ألف فدان غرب منطقة دلتا النيل، والتي تم الانتهاء من إنجازها بالكامل كجزء من مشروع تنمية محور جنوب الضبعة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 75% منه حتى الآن. ومن أبرز المجهودات المصرية في مجال الموارد المائية مشروع إعادة تأهيل المجاري المائية اللي بيهدف لوصول المياه للفلاح بالكمية المناسبة والتوقيت المطلوب، واستعادة الجسور ووصول المياه لنهايات الترع، واستعادة مساحات من الأراضي البور، وده كله بيساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية. ملف الموارد المائية ملف لا تهاون فيه. تحقيق الأمن المائي لمصر أولوية للدولة المصرية، وهتفضل مصر بتسابق الزمن علشان توفر لنفسها وأهلها الموارد المائية اللازمة لكافة احتياجاتهم.
معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يمكن التحديات اللي بتواجه ملف المياه والأمن المائي لا تقل يعني خطورة ويعني تحدي عن الأمن الغذائي، ما الذي أيضا حدث في هذا الملف حتى تكتمل الصورة لدينا، ما الذي حدث خلال 9 سنوات الماضية؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي كمان أن أعرض حكاية ملف المياه، وهو أحد أهم ملفات الدولة المصرية، وأعتذر على الوقت المتأخر من اليوم وانتظار حضراتكم طوال هذه الفترة. الحقيقة ملف الموارد المائية بيختلف بعض الشيء عن الملفات اللي تم عرضها، بسبب رئيسي إن ملف الموارد المائية يبدأ من خارج حدود الوطن. أكيد واضح بالنسبة لنا كلنا من 2014 اهتمام الدولة المصرية بالعمق الأفريقي والتحرك على مستوى الدول الأفريقية، وخصوصا التحرك والتعاون مع دول حوض النيل. التعاون ده الحقيقة بقى له العديد من السنوات، يمكن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان وتنازلت عنه للإخوة السودانيين، وتعاونت ويعني توافقت مع السودان، وكان في إخطار مسبق واتفاق على سد الرصيرس وخزان خشم الإربة برضو على الأراضي السودانية. يمكن مصر شاركت بالتمويل في خزان أوين في أوغندا، وحديثا يمكن في السنتين ثلاثة الأخار حضراتكم تعلموا أن السواعد المصرية والشركات المصرية أنشأت سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والحقيقة ده بيبين مدى تعاون مصر مع الدول حوض النيل، مش بس في الخزانات والسدود، ولكن كمان في توفير مياه الشرب لإخواننا في الدول حوض النيل المختلفة. أكثر من 340 بير مية لإخواننا وأهالينا في دول حوض النيل تم إنشائهم بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية. معالي وزير خارجية، احنا على تعاون مشترك وتواصل مستمر. الحقيقة عدد كبير من محطات المية، معظمها أو جزء كبير منها، بيدار بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وكينيا والكونغو وتنزانيا وأوغندا وكمان في السودان. يمكن بيمتد إلى خزانات أرضية لتوفير المية للاستخدامات المختلفة، حتى المراسي النهرية بنشارك في إنشائها، وبيتكرر ده في العديد من الدول. تطهير الحشائش بنشتغل في هولندا في العديد من على مدار سنوات السابقة. يمكن كل الشغل ده بيتم في 9 سنوات السابقة بشكل مكثف. يمكن مركز تنبؤ وزارة الموارد المائية والري بيشارك بالمعرفة والنوهاو في إنشاء مراكز تنبؤ في الكونغو وجنوب السودان. حاليا بندرب الآلاف من الإخوة والزملاء الأفارقة. يمكن خلينا أقول التعاون مع دول حوض النيل في 9 سنوات السابقة يمكن أنفقت عليه الدولة المصرية أكثر من 100 مليون دولار. من هنا بتوصل المية بعد رحلة طويلة في دول حوض النيل للسد العالي، وهنا حصن الأمان لمصر، وهو أهم منشأ من منشآت وزارة الموارد المائية والري، وكان لازم الدولة دايما تحافظ على شباب هذا المنشأ بتطوير منظومة المراقبة، على الرغم أن عمر السد يمكن يفوق 60 عام، ولكن منظومة المراقبة بيتم تحديثها. يدار المياه بكل دقة في هذا المنشأ الهام. الدولة صرفت 1.5 مليار جنيه في بضع السنوات السابقة، وإن شاء الله مستمرين، لأن ده أهم منشأ بالنسبة لنا. بتخرج المياه من السد العالي بتتجه إلى أقدم منظومة مياه
في العالم أو أحد أقدم منظومات المياه في العالم. ولما بقول كده بتكلم على منشآت موجودة على نهر النيل عمرها أكثر من 150 عام، والحقيقة كان لابد تدخل الدولة وتوجهات فخامة الرئيس وتوجهاته دايما على الاهتمام بملف المياه. فالحقيقة على النهر الرئيسي، طول النهر الرئيسي تم الإنفاق العديد من المليارات ويمكن من الجنيهات. أتكلم بس هنا دايما على بعض الأمثلة، أنا مش هقدر أذكر جميع المشروعات لأن بنتكلم على أكثر من 2300 مشروع. هنا تم تدعيم 4 قناطر رئيسية على النهر الرئيسي وأفرعه، وكمان يمكن لا نزيل القناطر القديمة، دايما نحتفظ بها كتراث بنقوم بترميمها، ولكن بنعمل قناطر جديدة أكثر حداثة وبتستخدم تكنولوجيا متطورة. يمكن هنا قناطر أسيوط الجديدة تمت في خلال السنوات السابقة بتكلفة 6.5 مليار جنيه. النهاردة وإحنا بنتكلم بننشئ قناطر ديروت، والقناطر القديمة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة برضو بنحافظ عليها كتراث وبنقوم بترميمها. وهنا بنصرف 1.2 مليار جنيه على قناطر ديروت الجديدة. العديد من الصحارات، يمكن أحد أهم الصحارات اللي تم إنشائها في الفترة السابقة صحارة سرابيون اللي بتنقل المية تحت قناة السويس الجديدة علشان تنقلها لأهالينا في سيناء اللي فيه اهتمام كبير جدا بيهم وبالتنمية ومشروعات التنمية زي ما قال معالي وزير الزراعة في مداخلته. العديد من المنشآت اللي بيتم تطويرها في المرحلة دي بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه. يمكن فقط هذا البند في وزارة الموارد المائية والري وهو تطوير المنشآت الرئيسية كلفنا 12.2 مليار جنيه على مدار 9 سنوات السابقة. أنا بتكلم على ميزانية وزارة الري، ولكن في بعض من المشروعات اللي حضراتكم هتشوفوها يمكن نضيف عليها المبالغ اللي صرفتها وزارة الزراعة، ونضيف عليها مبالغ يمكن ومعالي وزير الكهرباء اتكلم امبارح وإدى أرقام، كل الأرقام دي تضاف علشان في الآخر نقول الرقم اللي تكلفه المشروع كام. فمش عايز حضراتكم تتخيلوا إن هو مثلا نتكلم على مشروعات استصلاح إن هو ده كل ده الرقم اللي صرفته وزارة الموارد المائية والري. يمكن في ال6 شهور اللي فات حاولنا نعمل تقييم شامل لكل منشآت الموارد المائية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، لأن احنا عندنا 55,000 كيلومتر من شبكة الترع والمصارف، ودي شبكة تعتبر من أكبر شبكات الري في العالم. فعندنا 47,000 منشأ مائي موجود في مصر. يمكن عملنا تصنيفات ما هي المنشآت الممتازة والجيد جدا والمقبول والخطير والخطير جدا، وحاولنا نحدد بالتحديد هنتدخل في أنهي أولويات في المرحلة القادمة إن شاء الله في أسرع وقت تكون كل المنشآت اللي تحتاج صيانة أو إحلال وتجديد. أنا هنا بتكلم على منشآت صغيرة أو متوسطة، المنشآت الكبيرة تم بالفعل كله تحديث ليها زي ما ذكرت في الشرائح السابقة. الحقيقة بعد ما بنطور منشآتنا المائية زي ما شفنا المجهود اللي بيتعمل في السنوات السابقة، بنصل إلى القلب النابض لوزارة الموارد المائية والري أو لمنظومة الري، وهي محطات الرفع. محطات الرفع دي لابد أن تعمل على مدار الساعة. المحطة اللي بتعطل ساعتين في عشرات وفي بعض الأحيان مئات وفي بعض الأحيان آلاف من المزارعين أو المنازل التي لا تصلها المياه، فلا بد أن تعمل هذه المحطات على مدار الساعة دون توقف. معنى كده أن لازم الصيانة والإحلال والتجديد يستمر، والحقيقة ده ما كانش موجود قبل 2014. والدليل أن كان عندنا أماكن معرفة بالنسبة لنا هوت سبوتس أو أماكن ساخنة دايما بتحصل فيها أعطال ودايما بتحصل فيها مشاكل، وعلشان ده ما يحصلش كان لازم الدولة الحقيقة تنفق في إحلال وتجديد 45 محطة اللي تخدم زمامات 1.7 مليون فدان، والعديد من قطع الغيار كان لازم تتحدث. يمكن عندنا كمان الأماكن الساخنة يمكن في ال6 شهور أو السنة اللي فاتت يمكن في 3-4 أماكن ساخنة لم تعد ساخنة لأن حلينا كل المشاكل اللي موجودة فيها. الحمد لله في عندنا مراكز طوارئ، 6 مراكز طوارئ. لابد مراكز الطوارئ باختصار هي الإسعاف بتاع وزارة الموارد المائية والري، يعني لما يحصل عندي سيل في أي مكان أو لا قدر الله كسر في الجسر لازم يبقى عندي محطات
متحركة أنقلها لتعمل ضخ للمية، فلازم محطات الطوارئ عندي تبقى على أعلى مستوى، وكان لازم نعمل تحديث فيها في الفترة السابقة وتوفير قطع غيار بالتعاون مع الصناعة المحلية حتى نقلل من الاستيراد في قطع الغيار. والحمد لله يمكن من بنشتغل مع بعض المصانع الوطنية في تنفيذ وتصميم وإنتاج بعض القطع. كل ده كلفنا 6.4 مليار جنيه، يمكن كمان مليار جنيه من صندوق تحيا مصر الأربع محطات اللي حضراتكم شايفينهم على الشاشة. وكمان هل خلصنا؟ الحقيقة لا، عندنا خطة على المدى القصير في بضع سنوات القادمة إن شاء الله إنشاء ثلاث محطات مهمة جدا بالنسبة لنا، توريد 22 وحدة طوارئ زي ما قلت، دول الإسعاف بالنسبة لنا متحركة نقدر ننقلها في أي مكان في وقت سريع، ومكان تنظيف الأعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا. والحقيقة مكان تنظيف الأعشاب ده يعتبر مهم جدا بالنسبة لنا لأنه بيحافظ على عمر الماكينة. طبعا يمكن من المنبر ده بطلب من كل أهالينا عدم إلقاء أي قمامة في المجاري المائية، الحقيقة بيكلف الدولة كتير قوي وبيأثر على جودة المية كمان، وعشان كده لازم بنعمل مكنات تنظيف الأعشاب وكمان زي سكرين أو مصفى لمنع وصولها للمحطات. وهنا نحتاج في الفترة القليلة القادمة 6.2 مليار جنيه للأعمال اللي موجودة قدام حضراتكم. طيب، القلب النابض بيضخ المياه في شرايين شبكة الري. شبكة الري، هل الشرايين دي تقدر توصل المية لكل مزارع وكل بيت وكل مصنع في الوقت المطلوب والكمية المعقولة؟ الحقيقة ده الوضع اللي كان موجود عليه الشبكة قبل 2014، والحقيقة يعني أنا ما رضيتش أجيب صور أصعب من كده. كمان الترعة يمكن اللي على الشمال دي حضراتكم ترعة ما بقتش باين ليها أي قطاع، المفروض إن هي تبقى شبه منحرف زي ما احنا عارفين شكل الترعة بالنسبة لنا. اللي في النص شايفين اختناقات ونحر، الجسور اختفت، وفي الآخر الفلاح في نهاية الترعة دي ما بقاش توصل له المية، فتحولت العديد من الأراضي، وحضراتكم اللي من الأرياف يعرف الكلام ده كويس، إلى أراضي بور، لأن دايما الفلاح اللي في الآخر لا تصل إليه المياه. وبالتالي تدخلت الدولة بمشروع هام جدا هو مشروع تأهيل الترع، واستعادة الترع شبابها زي ما حضراتكم شايفين، وابتدت المية تتنقل في وقت سريع جدا للنهايات، وابتدت الجسور ترجع. يمكن الجسر اللي ماشي عليه العربية ده ما كانش موجود لأن قطاع الترع كان مبحر وكان داخل وكان واكل في الجسر. فالحقيقة المكاسب كتيرة جدا من المشروع اللي ما كانش ببلاش، الحقيقة كان في تمن كان لازم يدفع وكان في فلوس لازم تدفع لهذا المشروع. يمكن انتهينا بالفعل من 7200 كيلو متر صرفنا عليها 25 مليار جنيه في السنوات السابقة، جاري حاليا تأهيل 3100 كيلو متر بتكلفة 10 مليار جنيه، وإن شاء الله في المستقبل عندنا ألف على الأقل 1500 كيلو متر في السنتين القادمتين بتكلفة 7 مليار جنيه. بنقوم بتقييم كل ترعة على حدة، الترعة على حسب نوع التربة وعلى حسب حالتها بناخد القرار هل نأهلها ما نأهلهاش وإيه نوع التأهيل وغيره، وده بيتم من فنيين. طيب، الفترة القادمة خلاص بقى عندنا ترعة تقدر توصل المية للمزارع، الدولة ما سابتش المية عند هذا الحد، خلاص المفروض المية استلمها المزارع بقت مسؤوليته. الحقيقة توجهات فخامة الرئيس ان احنا لازم نركز في ازاي المية بيتم استخدامها على مستوى الحقل، ويمكن كانت التوجهات واضحة بالنسبة لموضوع القصب بالتحديد، لان القصب زي ما قال معالي وزير الزراعة بيستهلك يمكن اكتر من 11000 متر مكعب مية في السنة، والحقيقة ده رقم كبير جدا، فيمكن بالتحول للري بالتنقيط نقلل الكمية دي حوالي 3000 متر مكعب في السنة. طيب، لما احنا عايزين نقلل المية والفلاح يهمه زيادة الانتاجية، ويمكن الأبحاث ويمكن معالي وزير الزراعة شرح ان الشتلات الجديدة مع الري بالتنقيط بتدي انتاجية اعلى للفلاح وبتوفر لي مية لو انا تحولت للري بالتنقيط.
فهنا الحقيقة زي ما بنقول مكسب مشترك، الفلاح لازم يكسب والدولة كمان توفر مية عشان ناخد المية دي نستخدمها في أماكن أخرى. أحد أهم المشاكل ويمكن اتقالت برضو النهاردة هو تفتيت الحيازة الزراعية. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية أن كل فلاح عنده مساحة محدودة جداً، تكلفة المساحة دي من الجرار والتسوية والبذور والعمالة وكل حاجة الحقيقة بتبقى عالية جداً بالنسبة لإنتاجية المساحة الصغيرة. فاللي احنا بنقوله بنستغل قانون الموارد المائية الجديد في أنه هو بيسهل لنا تشكيل روابط مستخدمي المياه. لما بنشكل روابط مستخدمي المياه أقدر أجمع المزارعين مع بعض، يعني بدل ما حصل تفتيت للحيازة الزراعية على كل مسقة بعمل تجميع للحيازة الزراعية وبنتخب لهم مقرر، بنفتح لهم حساب في البنك بالقانون وبيتم التعامل معهم كوحدة واحدة، ممكن يزرعوا مع بعض، يأجروا معدات مع بعض، وكمان يتحولوا للري بالتنقيط كوحدة واحدة، لأنها تقلل التكلفة كتير جدا، بيبقى نقطة رفع واحدة خط مواسير أو مسقة مكشوفة، ونقطة رفع واحدة بتوفر العديد من الترمبات اللي كل مزارع عنده ترمبة، وممكن كمان أقدر أشغل الترمبة الواحدة دي بالطاقة الشمسية في المستقبل. بنشتغل مع البنوك ومع الزملاء في وزارة الزراعة علشان نمضي بروتوكولات مع البنوك، نقدر ندي المزارعين بالتقسيط على 10 سنوات، لأن احنا عندنا زي ما قال فخامة الرئيس 350 ألف فدان من القصب، لو خدنا دول بس مرحلة أولى نقدر نوفر كمية كبيرة من المياه. طبعا ما نقدرش في ظل الزيادة السكانية اللي بتصل إلى 2 مليون مواطن، و2 مليون مواطن بالنسبة لي أنا كمهندس مية بيحتاجوا 2 مليار متر مكعب مية تضاف، فكل سنة لازم يبقى عندي 2 مليار متر مكعب مية زيادة علشان أواجه الزيادة السكانية، وده رقم ضخم جدا الحقيقة. لما نعرف أن كل الاستثمارات اللي بيتم استثمارها في التحلية مثلا، في اللي سمعناها من معالي وزير الإسكان، ما وصلتنيش لنص مليار متر مكعب في السنة، فتخيل أنا مطلوب مني كل سنة 2 مليار متر مكعب. علشان كده كانت التوجيهات واضحة أن مفيش أي تهدير في المية، لازم يعاد كل استخدام كل قطرة مية على أرض مصر. الحقيقة النهاردة أقدر أقول أن الدولة المصرية بتعيد استخدام 21 مليار متر مكعب مية في السنة، وما بتكلمش على المحطات اللي اتقالت في الفيديو. لما نيجي نتكلم على المحطات اللي اتقالت في الفيديو بنتكلم على إضافة للمنظومة 13.1 مليون متر مكعب مية جايين من محطة بحر البقر 5.6 وجايين من محطة الضبعة 7.5 اللي هم أكبر محطتين في العالم، ويمكن الشبكة المية هنا تكلفت في السنوات أو حتى الآن 170 مليار جنيه لخدمة المشروعات القومية الجديدة حتى الآن، وأنا بتكلم على عنصر وزارة الموارد المائية أو مجهود وزارة الموارد المائية في المشروعات القومية للتوسع الزراعي. هتكلم على مشروع واحد بس من التنمية البيئية، يمكن اتكلمنا قبل كده أو اتكلم فخامة الرئيس على البحيرات وما أنفق على البحيرات والمجهود اللي اتعمل على البحيرات الشمالية. الحقيقة المشروع ده هو أحد أهم المشروعات اللي بنقوم بيها أنا شخصياً، يعني بالنسبة لي ده نموذج للتنمية المستدامة الحقيقي. واحد سيوة الحقيقة عانت لمدة 40 سنة اللي فاتت من مشاكل كتيرة قوي. تم حفر أبار عديدة جدا عشوائية في الواحة بشكل عشوائي، الأهالين الطيبين اللي هناك عايزين يروه فبيدقوا بير على أقرب عمق بيجيب مية وبيبتدي يروه. الأبار دي عملت نزيف في المنطقة وتحولت المية إلى مية ملحة، وصلت المية الملحة بالمصارف إلى بركة سيوة. شايفين المنظر النهاردة بقى عامل إزاي، أو يعني قبل التدخل وبركة بهي الدين المية زادت منسوبها، البركة مساحتها زادت يمكن 5 أضعاف، دخلت على الأراضي الزراعية، دمرت النخل أو جزء من النخل بتاع واحد سيوة اللي كلنا بنعتز بيه ودايما جزء من التراث الواحة. الجسور ابتدت تنهار، المية ابتدت تغرق البيوت، كل ده حصل في لغاية لما فخامة الرئيس قال لابد من حل جذري لواحد سيوة، والكلام ده مسجل فيديو وموجود أونلاين للي يحب يراجعه.
ومن هنا كانت الحقيقة نقطة بداية في تعامل أنا بعتبره نموذج، وأنا ما بدعيش أن أنا شاركت في المشروع ده من أوله، ولكن شايف أن الموضوع ده أو المشروع ده نموذج للتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري، العلماء والخبراء من جامعة القاهرة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والحقيقة مهم جداً الشغل مع الكوميونتي أو مع شيوخ القبائل اللي موجودة هناك، بيلعبوا دور مهم جدا في هذا المشروع، وحطينا حل هندسي متوافق عليه جميع الجهات، بنقل جزء كبير من المية خارج الواحة بقناة شايفينها في الصورة 33.7 كيلومتر، عمل محطة رفع، قفل الأبار اللي تم حفرها بعشوائي أو جزء كبير منها، وحفر أبار أخرى على أعماق أكثر عمقا، أكثر من كيلو يعني تحت الأرض، بحيث أن احنا نطلع مية عذبة ونخلطها بجزء من المية المالحة وتكون متوفرة لأهالينا للزراعة، وفي نفس الوقت حماية بيوتهم. الحقيقة أقدر أقول أن النهاردة كل شيوخ القبائل بتتكلم، ويمكن شفناهم مع فخامة الرئيس في زيارته اعتقد الاخيره اعتقد لمرسى مطروح، ان هم بيتكلموا على شهاده ميلاد جديده لواحد سيوة، وابتدى النخل يرجع يستعيد عافيته تاني. الغريب في الموضوع الحقيقه ان انا فوجئت واحنا بنحتفل ببداية نجاح المشروع، لأن اتصرف عليه 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى والثانية ولسه ما خلصناش. يعني أنا لا أدعي أن المشروع خلص، ومحتاجين يمكن مليار جنيه كمان للمرحلة الثالثة عشان يتم تطبيقها. وفوجئت بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل وبعض القنوات بتتكلم الدولة تدمر البيئة في واحد سيوة، لأن المية ابتدت تتقلص. ده بالنسبة لنا مؤشر نجاح، لأن الواحة غرقت في المية، وأعتقد حضراتكم يمكن شفتوا ده وتناقلته بعض وسائل الإعلام الأجنبية في الوقت اللي احنا بنحتفل بمشروع حافظ على البيئة. مشروع أنا لما أرجع الجامعة إن شاء الله أنا أكيد هدرس المشروع ده للطلبة بتاعتي كنموذج لنماذج التنمية المستدامة. وشفنا أن السوشيال ميديا قلبت الحقيقة وبقى المشروع أن الدولة تدمر البيئة. بس خليني أقول إحنا الحقيقة فخورين جدا بهذا المشروع، واللي عايز يعرف تأثير المشروع يسأل أهالي في واحد سيوة. وأعتقد دولة رئيس الوزراء مع يعني أنا كنت شرفت بصحبته وبعض الزملاء من الوزراء، وأعتقد دولة رئيس الوزراء سمع من الأهالي مدى اهتمامهم ونجاح المشروع على الأرض وتأثيره على الإنتاجية. حياة كريمة، وزارة موارد مائية والري ليها دور، هعديها طبعا، لأن يعني قدمنا العديد من الأراضي، اشتغلنا في تأهيل الترع في مشروع حياة كريمة اللي أنا الحقيقة بعتبره هو مشروع القرن، لأنه بيغطي العديد من أهداف التنمية المستدامة، وفعلا بيبين أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في 2030 إن شاء الله. يمكن اتكلمنا على الكوفيد، واتكلمنا على الحرب الأوكرانية وتكلفتها، واتكلمنا على الزيادة السكانية وتكلفتها، بس الحقيقة التغيرات المناخية كلفتنا فلوس كتير قوي، وده اللي الحقيقة حابب ان انا اعرضه في عجالة جدا، لان عارف ان الوقت اتأخر. يمكن الفريكوانسي او الزيادة في الحدث بتاع السيل تكرر كتير جدا، وبقى بيتكرر كتير في 10-15 سنة اللي فاتت. مش بس كده، قوة السيل زادت، يعني اللي هو الإكستريمز أو التطرف المناخي بقى بيحصل، بقينا بنشوفه في مناطق الصعيد ومناطق أخرى. وهنا كانت التوجهات لحماية أهلينا في الصعيد بإنشاء العديد من المنشآت لحماية أهالي الصعيد من السيول، منشآت حصاد وجسور وبحيرات وغيره. 268 عمل صناعي تم في الصعيد بتكلفة 1.68 مليار دولار لتخزين 192 مليون متر مكعب. على فكرة 2 مليون متر مكعب بس كافيين ان هم يعملوا الصورة اللي حضراتكم شفتيها دي. فتخيل حضرتك احنا بنتكلم هنا على تخزين 192 مليون متر مكعب، والمية دي ما بتروحش، المية دي يا اما بنشحن بيها الخزان الجوفي يا اما الاهالي بتبتدي تستخدمها للاغراض المختلفة. هنا توزيع الاعمال مش هتكلم فيهم عشان الوقت، من 55 في أسوان لغاية القاهرة والجيزة
أعمال صناعية تمت، ما خلصناش، بنشتغل النهاردة في 70 عمل صناعي بتكلفة 1.3 مليار جنيه، بسعة تخزينية 64.2 مليون، وإن شاء الله خطتنا ل 24-26 69 عمل صناعي بتكلفة 4.6 مليار جنيه. الحقيقة الصعيد ما كانتش لوحدها، طابة كمان في 2014، ده بس فيديو لأحد السيول اللي حصلت في طابة في عام 2014، شايفين فنادق، يمكن شلنا بس الأسماء، فنادق مهمة جدا واستثمارات مهمة جدا كانت بتعاني من تأثيرات السيول، والحقيقة ده كان بيكلف القطاع السياحي المليارات، علشان كده كانت التوجيهات بتكثيف العمل في 4 محافظات، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح، وهي بالنسبة لنا الهوت سبوتس اللي بيحصل فيها السيول. 1359 عمل تموا في ال4 محافظات بسعة تخزينية 158 وقيمة 5 مليار جنيه، يمكن توزيعتهم على ال4 محافظات زي ما في الخريطة، ودي شكل المنشأ بعد ما بيحمي الاستثمارات وبيخزن المية، وبرضو المية دي بيتم استخدامها في تخزين الخزان في شحن الخزان الجوفي أو لأهالينا اللي عايشين في المناطق. بنشتغل حاليا في 20 عمل صناعي ب 480 مليون جنيه، وإن شاء الله في المستقبل القريب 600 عمل صناعي بقيمة 5.6 مليار جنيه. الموضوع لا يقتصر فقط على السيول، ولكن حماية سواحلنا الشمالية ده أحد أهم الملفات لوزارة الموارد المائية والري. ده ساحل أعتقد اسمه الأبيض في مرسى مطروح، والحقيقة اللي بيقول المشروعات دي بتعود علينا بإيه، ده ساحل يعني ده شاطئ ببلاش، شاطئ عام الدولة صرفت عليه ملايين الجنيهات، ده علشان تعمل المنظر اللي حضراتكم شايفينه، ده لحماية المنشآت اللي في الخلف زي ما شايفين، وكسبنا أرض كمان للشاطئ، يعني مش بس حمينا المنشآت اللي في الخلف، ولكن الرمل بيترسب ما بين الرؤوس الحجرية ويشكل لي شاطئ جديد أقدر أستفيد منه كشاطئ. النهاردة صرفنا 3.6 مليار جنيه لحماية 120 كيلو من السواحل الشمالية، وده رقم كبير جدا. السواحل الشمالية بتاعتنا 995 كيلو كلها، وكمان ضيف على 120 كيلو 69 كيلو متر طولي حماية بمواد طبيعية بنعملها دلوقتي على الأرض. دي بعض الأمثلة. يمكن الأراضي اللي اكتسبناها هنا 1.8 مليون متر مكعب، آسف، مليون متر مربع، نقدر نشوف سعر المتر في منطقة زي كده يبقى بكام النهاردة، ونشوف الفلوس دي استردناها وأكتر ولا لأ، وحمينا بالمبلغ اللي هو 3 وكسر، حمينا بيه 75 مليار جنيه استثمارات. كتير مننا ما يعرفش إن قلعة قايتباي كانت مهددة، الصخرة اللي أقيمت عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار، والدولة الحقيقة تدخلت بعمل عظيم جدا، يمكن كان ليا الشرف ان انا زرته يوم الجمعة اللي فات، ونشوف الممر اللي تم عمله حوالين القلعة لحماية القلعة، وتم الترميم وعادة القلعة لشبابها، وانا يعني ادرك تماما ما اقول، وشايفين هنا العمل المعماري اللي تم، كل دي أعمال جديدة ملهاش علاقة بالقلعة، وتم على نفس الطراز المعماري اللي معمولة بالقلعة، وكمان في مرسى هنا للجلاس بوت أو المركب الزجاجي، علشان هنا في أثار غارقة كان لابد من احترامها لما عملنا العمل ده، اللي الحمد لله وأتمنى فخامة الرئيس يكون في فرصة أنه هو يفتتحه في المستقبل القريب. وزارة الري قامت ب 2353 مشروع بتكلفة تزيد عن 260 مليار جنيه في 9 سنوات السابقة، والأهم أن في مئات الألاف من الأيدي العاملة عملت في المشروعات دي، وكمان شركات مصرية من القطاع الخاص والقطاع العام اشتغلت في كل هذه المشروعات. أعتذر على الإطالة وشكرا جزيلا لحضرتكم. شكرا معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على هذا العرض المبسط ويعني الدقيق، وبنترك التعقيب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بس هقول للدكتور هاني الـ2000 أو 3000 عمل اللي هم خطير وخطير جدا، من فضلك اتعرضوا عليها دكتور مصطفى، وإحنا هناخد القرار إحنا نخش
نخلص فيهم وننهيهم في أقرب فرصة عشان ما ننسبش حاجة تمثل خطر بالشكل ده ونسيبها. نقطة كمان عايز أقولها بس أضيفها للدكتور هاني. الدكتور هاني كان يعني أستاذ جامعة في ألمانيا، ولما قلت له تيجي تشتغل معنا فقال لي يعني أنا أجي. قلت له هتتعرض لكتير من الحاجات اللي موجودة في مصر فتحمل ما هيحدث لك. فأنا بشكرك قدام الـ يعني قدام الشعب المصري كله. أنا عارف كويس قوي إن اللي اشتغل في يعني في دول ويعلم في جامعات متقدمة كده بيبقى مش متعود أبدا إن هو يرى يعني أكاذيب وجهل أحيانا، واخد بال حضرتك؟ فتحمل ده لأن هي بلدنا محتاجة إن احنا يعني نشتغل عشانها وما نبصش في ده. بس أنا هقول حاجة يا سادة، التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأي مشروع بتعملوه أمر مهم جدا عشان الناس تعرفه. الناس بتفاجأ إن حاجة بتتعمل، فلما تيجي تفاجأ بإن الحاجة دي بتتعمل حد بس يقود يقول إيه، يقول كلمة ممكن يكون بحسن نية بس غلط، يعني مش هقول إن هو سيء النية ولا حاجة ولا يقصد أبدا إن هو يسيء للمشروع أو يتهم حد، لكن هو من غير على قد عقله على ما بيفهمش في الموضوع، يعني على قد عقله ما بيفهمش في الشغلانة اللي إحنا بنتكلم فيها، فيقولوا له ده المشروع بتاع مثلا سيوة كده، المشروع بتاع طريق مصر اسكندرية كده، الطريق بتاع الساحلي في قدام العالمين كده، فالناس ما تعرفش، فهو ياخدوا الكلمة. وطبعا مواقع التواصل بتشتغل وتقول ده ده أنا تقديري أنا، هو مش عايز أقول قصور، هو إن إحنا ما بنتكلمش عن شغلنا رغم إن القنوات بتقدم طبيخ كل يوم، يعني كل يوم بنقدم أكل. أنا آسف إني بقول كده والله، أنا آسف إني بقول كده يا جماعة، كل يوم في كل القنوات بتقدم طهي. طب اطلعوا قولوا شغلكم، وانت لو قلتوا لأي قناة من القنوات دي سواء كان خاصة أو تبع التلفزيون المصري مش هيرفضوا أبدا إن أنتم يسمعوا منكم. لما يتبعت مندوب من عندك من الوزارة تموين يعني القطاع الإعلامي اللي موجود عندك يطلع يصور وبعدين يتغطى بخبر، انتوا هتتلافوا الكلام ده وهتخلوا الناس تعرف، ولما الناس تعرف مش هتهاجم لانها عرفت. الناس دايما بتتعامل مع الموضوع اللي ما تعرفوش. انا بس عايزه للدكتور هاني، 2014 طابة دي حجم المشروعات اللي اتعملت لرفع الخطة بتاعت الجسور والسدود والحصايد دي اتعملت من 7 سنين بعد موضوع طابة، لان احنا كنا كل سنة كل سنة، وانا بقولها للمصريين، كانت تيجي السيول ديت تقوم تشيل طريق نقوم نصلحه بمليار جنيه على، وبعدين تاني سنة نصلح، قبل ما نصلح الطريق تيجي السيول تشيل الطريق تاني. قلت لهم انتوا حاجة غريبة قوي، طب ما تعملوا، مش ليكوا في اسلوب علمي لمعالجة الموضوع؟ قالوا اه. طب ما تعملوه، قال لك هكلم مش عارف 3-4-5 مليار. طب لوحدها خرجت فنادق، يعني زي ما انت قلت ما قلتش اسمها، خرجت قرية ضخمة فيها اكتر من 7-8 فنادق يعني 5 نجوم، خرجتها من الخدمة لغاية دلوقتي، خرجتها من الخدمة لغاية دلوقتي. وبالتالي حتى المشروعين 3 الدكتور مصطفى اللي هو حضرتك عرضتهم، بيت الفكرة او بيت المخطط بتاع الصعيد وبتاع شمال وجنوب سيناء، من فضلك اعرضه عليا وهناخد قرار نعمله عشان يبقى قفلنا الباب ده خالص. يتبقى نقطة واحدة، الدكتور هاني اتكلم على موضوع المية، ويمكن الوقت الضيق بتاعه اللي هو بيعرض فيه ما خليناش نتكلم بالموضوع ده باستفاضة. انا دايما اقول حشد الرأي العام وحشد المجتمع في قضية جد خطيرة جد. انت لما تيجي تقول مليون مواطن عايزين مليار متر مية يا دكتور، طب كويس قوي، يعني انت لما تيجي تقول النهاردة في 2040 هتبقى مثلا وصلت العدد بتاعك نقول 150 مليون، يعني 140-150 مليون. طب الخمسين دول بالطريقة اللي حضرتك بتتكلم فيها محتاجين 50 مليار متر مية، طب خليهم 25،
طب احنا هنجيبهم ازاي؟ انا بقول كده للناس في مصر عشان تقول ايه انت ده ايه ده، هو ثبت كل الميه اللي هتجيلك، ومش بس كده هو كل المشروعات اللي بتتعمل للمعالجه احنا وصلنا للحد الاقصى. يمكن حد يقول ايه طب ما اللي احنا شايفينه في العاصمه ده ايه؟ لا دي الميه دي بتاعت محطه المعالجه اللي موجوده في على طريق السخنه، اسمها ايه يا دكتور؟ ها مش كده المحطه دي، الميه دي كانت ميه يعني بتتعالج وتتعمل لها شبكه للقاهره الجديده وللعاصمه. دي مش ميه ايه، مش ميه صالحه خالص. بنعملها معالجه عشان تبقى صالحه للزراعات اللي هي الحدائق وكلام من هذا القبيل عشان نستفيد منها يعني يبقى في بهجه لينا. لكن تاني بقول يبقى النهارده تثبيت عدد السكان يا دكتوره هاله، لما انت قلت لي انا بتمنى 1.6 قلت لك يا دكتوره احنا عايزين 400. طب انا النهارده مش انا احنا اتفضل استريح حضرتك. النهارده نقول ان الدوله المصريه بالعدد والنمو السكاني القائم دلوقتي والمستمر بالطريقه ديت هيبقى محتاج حجم ميه قد الميه اللي بتجي له دلوقتي، طب هيعمل ايه؟ واحنا عارفين ان لو انا حبيت اعمل محطات تحليه انا هنا بتكلم في ميه شرب مش بتكلم في زراعه يعني. فلو النهارده بنقول لو انا هعمل محطات تحليه للمليون اللي هم مليار متر ميه يكلفوني كام يا دكتور؟ يعني عايز كام؟ المتر المكعب عايز 1000 يعني 1000 مليار ولا ايه؟ ها؟ ارقام ضخمه جدا 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 مش موجوده ومش هتبقى. مش موجوده ومش هتبقى. يبقى اذا لما نيجي نتكلم على ان احنا اهالينا اللي بيزرعوا ونقول يا جماعه ان انت استخدم الميه استخدام رشيد، ده موضوع يعني اللي عايز يعمل عمل يقرب بيه من ربنا يحرص عليه، لان الميه دي هتساهم في حياه الاخرين. ولما بتكلم على الجزء البسيط بتاع الصعيد ال 350 الف فدان اللي تلته هيتوفر من 12 13 الف متر في السنه للفدان الواحد في ال 350 الف عشان تتاخد تروح فين يا دكتور مصطفى؟ تروح في حته تانيه عشان المحطات المعالجة اللي بنعملها في بحر البقر والحمام والمحسمة وأي حتة تانية نقدر نعمل فيها. النهاردة لو أوزيريس كان هو بيعرض امبارح كان بيتكلم على 3000 محطة معالجة، ها ليه؟ عشان نستخدم المية دي. المعالجة كانت دايما يا ثنائية أو أولية وكانت تترمي في الخيران. احنا قلنا من 7-8 سنين لأن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة، وبدأنا برنامج من 7 سنين ب 300 مليار جنيه. أنا بقول كلام وخلصنا. طب فاضل إيه تاني؟ ما بقاش عندي حاجة تانية أقدر أعملها. مش أنا، الدولة المصرية ما عندهاش حاجة تانية تعملها للمية غير إن إحنا نخلي بالنا إن عدد سكاننا الحالي. شوف أنتوا كل حاجة بنتكلم فيها هتجدوا ان الموضوع السكان يعني بعد خطير جدا 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 في الاستقرار. ليه؟ الناس المواطن مش هيعرف ده بعد 10 سنين ان هو مش لاقي ميه، او الميه تبقى غاليه عليه، او اللي الدوله ما تقدرش توفره. فيبتدي بعد ما كانت مصر بتوفر ميه شرب نقيه بين 40-50 سنه مش قادره توفر ميه شرب نقيه بعد 30 سنه. طب وبعدين؟ تقوم الناس تعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ تتحرك. ما هو محدش يعرف. طب محدش برضه يعرف ليه؟ عشان احنا ما بنتكلمش كتير. نتكلم في المكاتب وفي مجلس الوزراء وحتى في الحوارات اللي بتتم بينا وبين بعضنا ما بتطلعش للنور للناس عشان نبتدي نشكل بيها راي عام فاهم وواعي للي احنا ماشيين فيه ده. اخره مش كويس. اخره مش كويس. لما جيت طرحت الفكره او الخطه مع الدكتور مصطفى ووزير الاسكان ووزير الري ساعتها على ان احنا نعمل محطات معالجه ثنائيه وثلاثيه متطوره عشان كل الميه
اللي بتطلع من الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي نعالجها معالجة حتى نلقيها مرة أخرى فين؟ في المجاري المائية بتاعتها عشان نضيف مية بمعالجة أخرى تبقى صالحة مع حجم كمية المية الكبير اللي بينزل في نهر النيل. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها. عشان تقول إننا نعمل محطات مية تطلع مليار متر مية لمليون مواطن قادمين ده موضوع مش ممكن. محدش يقدر عليه. محدش يقدر عليه. مش هنقدر نوفر ده. طب تيجي تتكلم كده في التعليم تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم كده في الصحة تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في الانتاج الغذائي تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في التشغيل والبطالة تلاقي المشكلة طالعة لك. طب انتوا محتاجين ايه يا اهل مصر عشان تنتبهوا ان اللي احنا ماشيين فيه ده عبارة عن انتحار. ده عبارة يا دكتور على انتحار. انت احنا كده السنة بتجر سنة. احنا 2011 كان من 10 سنين كان امبارح. العشر سنين مروا بسرعة وزدنا 25 مليون. طب احنا زدنا 25 مليار مية؟ ما زدناش. كل اللي قدرنا نعمله ان احنا دخلنا في برنامج ضخم جدا باموال. هتلاقي المحافظ يقول لي الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي كلها واللي صرفتوها في البنية الاساسية حرام عليك. انا قعدتك عشان تشوف تعرف تشوف الحكاية. ولما هتشوف وهنا انا بشكر القطاع المصرفي بصراحة. صحيح ده ابن دور كبير او عظيم السنين اللي فاتت. بس انا حبيت اقول حتى دي للمعالي المحافظ البنك المركزي عشان مصيئة بلدنا كلنا. وانت مش قاعد لوحدك في البنك يعني ايه تتفرج علينا. لا 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 انا بتكلم بجد والله. لا دي بلدنا كلنا مع بعض وكلنا نجري ونبنيها. ارجع تاني اقول يا جماعة في كلام كتير جدا احنا قلناه في حكاية وطن. الهدف منه كله كان ان احنا نعرف مع بعضنا لان اكيد نسبة المشاهدة في البرامج دي رغم ان طبعا ما افتكرش ان حد يعود لساعة 12 ابدا ولا لساعة 10 لكن ممكن تبقى بكرة في اي وقت تاني الناس هتبقى عايزة تعرف احنا بنقول ايه. وانا بقول لكم تاني وبقول لكل مواطن مصري البلد دي مش بلد حد لوحده. دي بلدنا كلنا والمحافظة عليها يعني اظن تبقى في رقبتنا كلنا عشان لينا ومش لينا احنا. انا كبرت في السن واللي زي كبر خلاص اليوم مش فضلة كتير. انما احنا بنتكلم على الاطفال والاجيال القادمة هنسيب لها ايه؟ يقولوا ما يقولوا هيقولوا ما فكروش ما خططوش ما نفذوش ما جهزوش. مش كده يا دكتور؟ لا احنا بنقول اهو وده بيتسجل للتاريخ. متشكرين جدا جدا. شكرا.